نعترف بالله العظيم أن نتابع مطالبتنا بحقوقنا المواطنية وبحقوق جميع المحرومين دون تردد أو ضعف أو مساومة. هو الخامس من أيار عام 1974، يوم وقف الإمام السيد موسى الصدر أمام آلاف المواطنين الذين جاءوا من كل مناطق لبنان ليرددوا خلفه القسم في رجع لصدى قسم بعلبك كي لا يبقى محروم أو منطقة محرومة في لبنان. أوفياء حتى تتحقق الأهداف، نقسم بجمال لبنان وجباله، بجنوبه وشرقه وشماله. يوم اختاره الإمام الصدر لإطلاق صرخة وطنية جامعة ولترسيخ الثوابت التي قامت عليها حركة أمل، وختمها بالقسم الذي ربطه بالشرف الإنساني والوطني. بقلق الطلاب والمثقفين، بذعر الأطفال في الحدود، في صور كما في بعلبك، بالأمس كما اليوم يعيش الوطن زمن القلق على المصير والأخطار والتهديدات والمصائب التي تصب على رؤوس اللبنانيين والمحرومين في كل مكان. وبأيام البائسين بالأفكار المهملة وبالكرامات المحدورة. في هذا اليوم زحف الناس من أقصى المدائن إلى ساحة صور، يسعون رجالاً وشيوخاً وأطفالاً من مختلف الطوائف ليقسموا قسم الوطنية الملتحف بعباءة رسول الإنسانية الإمام السيد موسى الصدر. قسماً بالماء إذا الأرض اشتاقت للأمطار. الثوابت التي أطلقها الإمام الصدر في مدينة صور كانت ولا تزال تشكل العناوين الأساسية التي سعت إليها حركة أمل طوال مسيرتها، والتي أكدها الرئيس نبيه بري حيث قدم نموذجاً وطنياً يترجم هذه العناوين بأمانة في كل المراحل من خلال تشديده على المقاومة وسيلة لتحرير الجنوب من الاحتلال، وأن فلسطين هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، إلى جانب أن لبنان هو الوطن النهائي لجميع أبنائه في دولة عادلة تحفظ حقوق مواطنيها وتكفل الحرية والمساواة والتضامن الاجتماعي لهم مع الحفاظ على عروبة لبنان. هذا القسم خط نهجاً بل دستوراً يمكن السير على أساسه، فهو يعكس الاهتمام بكل قضايا وأبناء الوطن، الطلاب، المحرومين والمستضعفين، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومنارة أحرار الوطن، ركبان سفينة أمتنا، ومنارة أحرار الوطن